الآن أداة السؤال كل ما يسبق الفعل المساعد أو هاف لا يختصر، مش أفعال المودلز، أفعال المودلز عادي نختصر. وإذا كانت ديد حيصير اللي هو الفيرب، إيش تحت اللي هو الفيرب تو. والله يرضى لي عنكم يا رب. أشعر بتشتت إني راح أنسى أو شيء. لا، ثقوا تماماً، النص ساعة هاي ممكن تحل فيها سؤال وزارة عليه 5 6 7 8 10 علامات. دائماً في جوع للمعلومات، والنتيجة هاي على رب العالمين. الله يرضى عنكم يا رب. السلام عليكم، يعطيكم العافية طلابنا المحترمين المؤدبين، كل نبضة قلب وأنتم بألف ألف خير. صباح الخير، مساء الخير، صباح النور، مساء النور كالمعتاد. الآن الخبر إن شاء الله قد يكون السار إن شاء الله يا رب، ما تسمعوا إلا أخبار سارة. الجمعة القادم الساعة 9:30 تعودنا على البث الأقرب لخالد دائما، مراجعات الفصل الأول. الآن لا تفكروا أنه حنلغيه، ما رح نلغيه، رح نستبدله بعون الله تعالى إن شاء الله تعالى في بث مراجعات الوحدة السابعة. الآن الوحدة السابعة حننتقل فيها، أول شيء حناخذ اللي هو فيديو مدته قرابة ساعة زمن بث، رح يكون الساعة 9:30، وبعد هيك بمشيئة ربنا عز وجل إن شاء الله تعالى حننتقل الآن للفيديوهات. أنا بخبركم في نفس البث إنه شو ضل من المراجعة وبنزل لكم إياه اللي هو يوم السبت أو الأحد. طلابي المؤدبين المحترمين، الآن بدي الالتزام يكون مليار، لن ندخل التميز والنجاح إلا من باب الالتزام. الله يرضى عنكم يا رب. الآن أوراق العمل اللي راح نشتغل عليها راح تكون متاحة على صفحتي وعلى منصة الثراء إن شاء الله الآن يوم الخميس الساعة 10 مساء كحد أقصى، بحيث إنكم تسحبوها ونشتغل عليها. إذا بثنا راح يكون الساعة 9:30 المساء يوم الجمعة، مراجعة للوحدة السابعة، واحتمال يكون في جوائز. أنا مش مقتنع، بيحاولوا يقنعوني، بس احتمال حيكون في عنا إن شاء الله جوائز مرضية. الآن جوائز 2004 الآن المفروض يكون لها دسومة عالية جدا، الآن قد تكون مكثفات أو أشياء يعني ترضيكم إن شاء الله. يعطيكم الصحة والعافية، نعمل فورا اللي هو شير ومنشن مباشرة على هذا الفيديو، الله يرضى عنكم يا رب، بحيث أنه الكل يستفيد. ننتبه بثنا يوم الجمعة الساعة 9:30 مساء، وتذكروا أن عجبت لهم قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، الآن فقلت لهم مهلا فما اليأس شيمتي، سنبذر حبي والثمار من الرب. الله يعطيكم الصحة والعافية، ونلتقي قريبا جدا إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 9:30 المساء. يعطيكم ألف عافية يا رب.